مرحبا بكل ما التحق بنا في المتابعة، مكملين معاكم في الحوار ويكاند. أنا رجعت الكوجينتنا بعد شيف سيد، ولكن قبل ما نمشي للدبارة بما عنوسي وقال الرجال اللي تبعوا فينا وانتغسي بالكوجينة، اللي يقول كوجينة يقول فيسيل، ويقول البرودوي اللي باش ينظف لي بيان سور المعون متاعي كيما يلزم. اليوم سائل الأواني فيب عنا فيه ثلاثة أحجام، فما 3 لتر هذية الكبير قاعدين تشوفوا فيه، عندنا الإيترا و 25 إيترا 250 عفوا، وعندنا 750 مليلتر. 750 مليلتر فيه 100 مليلتر بلاش زيدا، هذيك بونوس من عند فيب. الفيب فيسيل الريحه نتاعو بالسيترون وفيه الجليسيرين، دونك يحافظ لنا على البشره، على صوابعنا، على يدينا. ما تعرفوا كي نبداو نغسلوا في الميعن صوابعنا تتهلك بالبرودوي، البرودوي هذا فيه الجليسيرين، دونك يرطب لنا البشره نتاعنا ويحافظ على البشره الحساسه ما يشيحهاش. وهذا بشرط بطبيعه ما تحطوش مع جافيل، مش تحط مع جافيل ومن بعد تقول هاو شيح لي دايم، تحطش مع جافيل، استعملوا كيما هو، على خاطر جافيل يحرش اليدين وينقص من الفاعليه نتاع الليكيد فيسيل وينحي له زاده الرغوه نتاعو. دونك هذه نصيحتنا لكم، والمزيد من المعلومات تابعوا صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك انستغرام فيب ديترجون اي تيك توك بيولانج. نعطيكم زاده نمرو الواتساب 58 339 100. باهي شيف، لي بولات سي حضروا؟ لي بولات حاضرين، خرجتهم شويه في برا باش خلطت الميلونج نتاعي نتاع الفلفلي. تو باش نصبوا الميلونج هذا كله. صبوا شطر هكا. من بعد تحط فوقهم البولات وتدخلهم للفرن. في الوسط. في الوسط. اي هكا. ايتاج الاولاني نحط البولات نتاعنا تو. في بالك شممتنا ريحه رمضان انت توا؟ مازالوا عندنا برشا فازات. توا الوصفات بدينا هنا نسخنوا لشهر رمضان. ان شاء الله مبروك علينا سعيد يا ربي. وقاعدين نحضروا لكم في برشا حاجات رمضان باذن الله باش تبعوا مع قناه الحوار التونسي. توا ناخذ شويه كروير عفاف. اي نوع نتاع فروماج؟ اي نوع نتاع فروماج؟ دونك انت عندك ال بارميجانو. هذا غروير. هذا غروير باهي. حطينا وين وفيلك البارميجانو؟ مزيان باهي. شوية بارموزون حطيناه في الواحد في الصوص. اون توكا أي فروماج عندنا نجمو نحطوه. غروير عندنا وعندنا الموتزاريلا. والموتزاريلا. أما قوية هذيا مشخشخة قوية شايفة. هذاك علاش احنا اخترنا الدجاج على شويه بالكل هكا بتي مغصو فيه البركه، تعشي معاه شويه سلايطه خضراء سي بون. باهي توا نحطوها في الفور نتاعنا. باهي حطها في الفور وقيت زيدا. احنا باش نبداو اليوم، اقترحنا عليكم باش نعملوا الخبز ما وهكا، ولا باش نعملوا البان كومبلي بالفارين راندا نتاع البان كومبلي. فرين سبيسيال نتاع راندا هذايا، عجناها قبيله، حطيناها ترتاح تخمر على روحها. توا باش نشوفوا بعضنا. شوفوا تبارك الله كيفاش تنفخت. ولت دوبل هكاك هي. كي تبدا دوبل احنا وانا ريزلتا باهيه برشا. تبعوا بشوي بشوي. امبيكابل. توا عفاف هذايا تعرف كيفاش ولا؟ كيفاش؟ انا راني في امور معجنات الحقيقه مانيش قوي. باهي يغزل. تقسم على اثنين؟ نقسمه على اثنين. نعملوا خبز، لا نعملوا فارينه، لا نعملوا حتى شيء، لا زيت، لا حتى شيء. حتى شيء. حتى شيء. تبعوها بشوي. نحاولوا ما نخرجوش هكا الهواء اللي في وسطها. خاطر الزيت ترتاح شوي. باش تزيد تعمل فورمه وتخليها ترتاح. اي تعمل فورمه كهو، جوست تعمل فورم. تو صافا هكا. هذه خبزة طليان شيف ولا فرنسي؟ خبزة طليان. نمشو بلاطو نتاعنا في بابي كويسون. اي. الخبزة الأولى. هذه أكبر شوي. الفورمات اللي تحبوا عليها. موش نعملوا بروسكيت. فيسبوك تغششت. لا ما تغششتش، لا. أنت نسيتي اللي نحن باش نعملوا بروسكيت، يلزمنا الخبز هكا. بخاطر أنا بالنسبة لي با كومبلي، فما طويل وفما المدور. أي نعم. المدور باهي. عندك ألف حق. المرة الجاية ناخذ بخاطرك.
زيتار كيما تحب كيما لا. نجم نحطوا كشوفين عبر الزيتار. ما يقلقش هذيك. وزيدا كيف كيف القلوب يحطوا فيها، نجم نحطوا برشا حاجات كل واحد كيفاش. الخبز نتاعنا هيك. فما حاجة مهمة على الآخر، مهمة على الآخر. اللي هو عفاف يلزمك الفابور نتاع الماء. فشفاشة نتاع ماء. فشفاشة نتاع ماء، أي. خاطر هذا يتيب كان بالماء. أبو؟ أوي يعمل القشرة البرانية. فشفاشة بالماء معناها تحل الفور. كل ربع ساعة وتعملوا ضرب. تعملوا ضرب. هو 35 دقيقة معناها. بين العشر دقائق تعملوا ضرب. داكوغ. تفشفش عليه هكا. سهلة الحكاية. باش يمشينا موجان وباهي وخفيف ومن داخل في البول داخل. طيب يعطيك صحة شيف، خليك دونك انت تكمل، احنا باش تعديو الفقرة معنا أحلى. تساقط الشعر بطبيعة عنده برشا أسباب، من الأسباب هذية استريس، زيدا تبديل الطقس، مع كل ما يدخل فاصل يخرج فاصل الشعر متاعنا ينجم يتيح، زيدا كيف كيف الديزيكليبغ هرمونال ينجم يتسبب في تساقط الشعر، وفي كل الحالات ينجم يسبب لنا في فراغات كاريمون إذا كان ما وقفناش وتلهينا به وتلهينا برواحنا من الأول. تحضر معنا اليوم أحلام نفيسي ممثلة عن علامة تريزور ناتوريل باش تزيد تحكي لنا على الكام تاع شوت دو شوفو. صباح الخير ونهارك زين، مرحبا أحلام. عايشك عافية. منورتنا. الكام تاع شوت دو شوفو اللي هي من لي برودوي فار عند تريزور ناتوريل واللي لاقية رواج كبير وعندها غوتور باهي برشا من عند الناس اللي استعملوها، زيد أعطينا أكثر تفاصيل عليها. ديجا هي كما قلت انت عارفه في القام خارجه برشا سورتو من بعد الخريف. قعدنا في الخريف وفي الشتاء التوا مازال عندها طلب كبير، لانه في الخريف احنا في العادي يتيح لنا شعرنا دونك حاجه عاديه متداوله، مي كي كمل الشوت تكمل لنا السيزون نتاع الشتاء وتوصل اكثر دونك وقت نقولوا عندنا بروبليم تاع شوت دو شوفو. ايوا معناها نورمالمون كي تدخل السيزون من الاول بكل اي فما فئه كبيره انه شعرنا يتيح دونك حاجه عاديه برشا، مع انه شعر يتجدد يعاود يطلع شعر جديد دونك عادي جدا. مي كان واصل معنا يولي فما عنا بروبليم دو شوت دو شوفو داكوغ، وقتها لازم نلقاو له حل. نلقاو له حل. عندنا جام فيها 3 برودوي اللي هما عندنا سوان غوبو سي اونتي شوت، وعندنا لو شامبوان، وعندنا دو بلوس انا ادغولا دغو مارين يتعمل على الفروه بعد الدوش. نبداو بالسوان غوبو اللي هو ان سوان غيش بالزويل فيجيتال اي لي زويل ليسونسييل حتى بالبود ايورفيديك. دونك نعملوه على الفروه قبل الغسيل، نخليوه 2 اور، نخليوه ساعتين على فروه الراس، نعمل مساج سيركولير. لازم تعمل المساج باش تعاون الفروه على انها تكون تتغلغل فيها البرودوي، سي سا، نخليوها ساعتين نعملوا بين مره المرتين في الاسبوع. مره ولا مرتين في الاسبوع، نقعد بيه ساعتين وبعد نغسل. وي ديجا نغسل، عندي شامبوان نتاعي. عندنا شامبوان نتاعي اللي هو على باز دو فيتامين بي 8 اللي هو لابيوتين اللي هو يقوي ويغذي الشعر، يقوي حتى من البصيله نتاع الشعر، دونك نبداو من الفروه، احنا باش نصلحوا لي شوت شوفو مش من الفروه. فهمت؟ وعندنا اخر برودوي اللي هو الادغولا دو ماغا، نعملوه على الفروه ديريكتومون على شعر نظيف. ونقعد به هذاك تقعد به تخلي بعد تشيح شعرك حتى باش تشيح باش تعمل البروشين تخلي اي شيء على شعرك نورمال، نجم تستعمله حتى بين مرتين ثلاثه في الاسبوع. وي ريحته بنينه برشا تحفون هكا تحس في روحك كاينك في الغابه في الغابه وي. وتنجم تربو انك تعمل به في البوغ فيزاج اذا كان وجهك يزيد زيده هكا تعملو بوغ فيزاج اي بوغ لو جوفو بي بي دونك السوان هذايا الكل دو بريفيرونس نعمل مره مرتين في الجمعه. مره مرتين في الجمعه وترى الفرق ما بين ثالث او رابع استعمال، تبدا ترى في لي ريزولتا. تري بيان، سينو ما نستحقش باش نستعمل ابخي شامبوان ماسك. هو عندنا ابخي الحق، عندنا في الجام والدو بوف حاليا نجمو نستعملوها باش تولي شعره بلو سوبل فيها لابغيونس، دونك نجمو نستعملو زاد من الكام مال دو بوف اللي حكينا عليها برشا. حكينا عليها برشا. اي تخي بيان، الناس قاعدين يتابعوا فينا توا، دونك وين ينجمو يلقاوكم؟ كيفاش ينجمو يعديو كوموند اذا كان يسون انتيريسي؟ اي نجمو يلقاونا يلوجو على جوجل مابس، يلقاو تريزور ناتوريل في البحيره واحد، يلقاونا في سوسخ زي ما شارع البرتقال، يلقاونا حتى في صفاقس شارع 14 جانفي، ولا ينجمو يتواصلوا معنا باغ ميساج على الباج فيسبوك لابوغاتوار تريزور ناتوريل، ولا على رقم الهاتف 29 855 202.
تري بيان. والا بيان سور حتى على انستغرام تريزور ناتوريل بالنسبه للانستغرام. اذا كان عندكم اسئله تنجموا تبعثوا لهم ميساج انبوكس، فما توت اون ايكيب بينهم واسع ويجاوبوكم ويتفاعلوا معاكم وينصحوكم شنو هو اللي يلزمكم سولون لي بوزوان نتاعكم. ميرسي بوكو، يعطيك الصحه احلام انفيسي ممثله علامه تريزور ناتوريل. احنا باش نتعديو لفقره بيانيتر. تعرفوشي اللي نسب فشل العرس الثاني اكبر من نسب فشل العرس الاول؟ هذا اللي أكدوه علماء الاجتماع. فإذا كانت نسبة الطلاق بعد العرس الأول تتراوح ما بين 35 و50%، فإنه نسبة الطلاق بعد العرس الثاني توصل حتى 65%. أي نعم، مع العلم وأنه عكس ما يعتقدوه برشا عبيد، حتى من قرار طلاق المرة الثانية عادة ما يكون أسرع برشا من المرة الأولى، خاصة كي يحس الشخص وأنه عاود نفس الأخطاء. باش نحكيو في الموضوع هذايا، باش نحكيو على الارتباط بعد الطلاق كيفاش يكون ناجح، هذا اللي باش نعرفوه مع شيراز المناعي اللي هي مدربة برمجة لغوية عصبية بي ان ال واللي حاضرة معنا هذا الصباح. صباح الخير شيراز، مرحبا. صباح النور، شكرا على الاستضافة. مرحبا، منورتنا. دونك ما بين من 4 من 10 عبيد تقريبا يعاودوا حياتهم في العام الأول بعد الطلاق. هذا هي فترة باهية معناها كافية باش واحد يعاود حياته بعد تجربة الطلاق؟ أول حاجة فما مقولة نحبها برشا أنا، يقول لك الوقت ما يحترمش كان ما تاخذوش في الاعتبار. دونك كان ما تاخذش الوقت في الاعتبار راه باش يدور عليك. دونك الوقت اون جينيرال سي سوبجيكتيف، يتبدل من انسان لانسان. مي عام راهو ما يجي حتى شيء في تاريخ الانسانيه اون جينيرال وفي حياه عبد، صحيح يتسمى برشا مي ماهوش كافي باش انك تنجم تخدم على روحك بعد صدمه كيما صدمه الطلاق، مهما كنت كونفانكو بالطلاق، مهما كنت مقتنع. حتى لو كان طلاق بالتراضي ومتفاهمين واصدقاء وكل شيء. شوية باش نعاود بحياتي من اول وجديد. اكزاكتومون، شوية. دونك تسرع يولي فيه. اكزاكتومون. بالنسبه للعبيد اللي يقول لك بنقولوها احنا بالتونسي ما ينسي في الراجل كان راجل، معناها يدخلوا في علاقه جديده باش ينسيوا بها العلاقه القديمه، الطريقه هذه افيكاس؟ هذه اول حاجه احنا نسميوها ريلاسيون بانسمون. عبارة أيوة. انت عندك جرح وحطيت عليه فاسمة، مي الفاسمة فينالمون كي باش تكمل بها الجرح يبرا باش تطيشها هكا ولا لا؟ اسكو باش تنجم تلبس فاسمة حياتك كاملة؟ لا، واش تعمل بها؟ اكزاكتومون، وفي الجرح بريت الفاسمة باش تطيش. دونك عمرها ما غولاسيون بونسمون تنجح الا في دي كا غاغ برشا على الاخر، اللي هي صعيب 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 تنجح. يلزم الواحد ياخذ الوقت باش يفهم روحه بعد الطلاق، باش ياكسبتي الطلاق، باش يعيش لو دوي نتاع لا غولاسيون اللي عملها، باش يخرج من الغولاسيون ويقعد يتفرج في العرس نتاعو كيفاش صار باش يتعلم. هذا كل ياخذ برشا وقت، وما يلزمكش ترمي روحك في علاقه باش تنسى علاقه. مهما حاجه ترمي روحك فيها باش تنسى حاجه اخرى، راهو سافيني باغ فوغي. اعطيني الفتره هذيا بعد الطلاق مباشره شنو لازم نعمل؟ لازم الانسان يقعد يخرج لبرا من العلاقات ويقعد يتفرج هو شنو عمل، ما يعمل حتى علاقة أخرى. يلزمو يعيش لو دوي نتاعو، يلزمو يدفن العلاقة، مي العلاقة هذيك يدفنها دون لو سونس يتقبل انه خرج منها. على خاطر جينيرالمون العلاقات هذوما بونسمون اللي يصيروا جوست بعد الطلاق راهو باش تكون فانجونس، باش تكون انتقام من العبد اللي صار له في العلاقه اللي قبل، كلكو سوا بالنسبه للنساء ولا بالنسبه للرجال. يا اما الانسان يهرب باش يمشي للعلاقه هذيك باش يلقى ريفوج، والا انتقام من حاجه صارت له في العلاقه اللي قبل. معناها هوني الشريك الثاني باش يخلص اللي عمله الاخر. اكزاكتومون. دونك الواحد يخرج يقعد ويعمل روحه كأنه ان ديريكتور نتاع رياليزاتور نتاع فيلم، ويتفرج إل غوفي ليستواغ نتاع العلاقة نتاعو، يتفرج فيها كفيلم، وإل نوت شنو صار اللي باهي، شنو صار خايب، شنو أنا عملت
وي مش كان الاخر عمل لي 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 شنو انا عملت باش خلى الاخر عمل شنو الاخر عمل باش خلاني انا عملت وباش يلزم يتعلم يعني يلزمني جو ديكورتيك اسباب الفشل نتاع العلاقه ككل بما فيهم بارتي انا تسببت فيها وبارتي الطرف الاخر اكزاكتومون دونك الواحد يخرج يعمل لو فوتوي دو رياليزاتور يتفرج في العلاقه نتاعو ويشوفها على اساس انها فيلم ويتعلم منها يكسبتيها ساعة انه هو خرج منها يعمل لو دوي نتاعو ويخلي روحه الوقت ومن بعد باش يلقى روحه ناتوريلمون داخل في علاقه باهيه قبل ما ندخلوا في العلاقه الباهيه قداش نجم تقعد الفتره هذي انت ولعبت قداش حسب العبد انت ولعبت قداش اما يلزم الانسان يخدم على روحه يخدم على روحه ترافاي سور سوا قبل ما يدخل في علاقه في علاقه واحدة. اخرى اللي نجم باش يظلم بها ناس اخرين روحه ما عندهم حتى ذنب يظلم روحه ويظلم روحه زيدا باهي كيفاش وقتاش نعرف روحنا وانه احنا مؤهلين باش ندخلوا في علاقه جديده وقت اللي تتنحى من عندك لو سنتيمون quelque soit de culpabilité الى كنت عامل حاجه ولا لو سنتيمون انك يلزمك تنتقم الى كنت عندك لو سنتيمون تاع الانتقام وتحس روحك اللي انت الحاجات قاعدين يصيروا ناتوريلمون مش بالتزيين واللي انت تحس روحك بديت تخدم على روحك وخدمت على كل السيناريو اللي قلنا عليه توتالو فهمت اللي نوت اللي خديتهم نتاع العلاقه اللي ما مشيتش فيها واللي تعلمته وقت اللي تحس روحك ساي فيك اون دوزيام ناتور وقتها تنجم تتعلم وقتها تمشي تبدا من جديد في علاقه اخرى عاده المطلقين يوليو يعرفوا اكزاكتومون شنو اللي ما مشاش في العلاقه نتاعهم يوليو يعرفوا زاده شنو اللي مشي وشنو اللي يحبوه يكون موجود في الشريك نتاعهم وشنو اللي لا ولكن تري سوفون نلقاهم يرتكبوا في نفس الاخطاء يقول لك اول غيزون للطلاق شنو هو العرس هكا والله هي الحكايه تضحك اي ما سي فري اول غيزون تاع فشل الطلاق هو لاباز اللي مبني عليها العرس من الاول احنا في البسيكولوجي فما حاجه ياسر انا تبهتني سا مو فاسين ان نجي اونترين افيك نو ديجا مشاكل نتاع اللي قبلنا نتاع نو كرون بارون وجدودنا كل نجيبوا المشاكل النفسيه نتاعهم ومن بعد نزيدوا احنا نعيشوا كي نبداو عندنا مشاكل مع لي بارون نتاعنا نوليو اكل المشاكل اللي عند لي بارون نتاعنا نلوجوا فيهم في شريك الحياه نتاعنا انكونسيامون في اللاوعي نتاعنا نلوجوا على الشريك هذاك تخيل انت عندك مشاكل وزيد تلوج على عبد فيه مشاكل كيفاش تحب العرس نتاعك ينجح وعندنا تسرع برشا ديجا مش باش ينجح ديجا من الاول ماهوش باش ينجح وزيد عندنا تسرع على خاطر مربوطين بالسوسيتي يلزمك تعرس مش يفوتك الترا ما نعرفش شنو تلقى روحك اول ما عبد يعطيك باب نتاع عرس تدخل معاه ديريكتومون وتعرس دونك العرس على باز ني با في بور دو بون باس دونك باش واحد يحمي روحه في العرس الاول ولا في العرس الثاني يلوج المشكله وين اسكو المشكله فيه نفسيته وهو اسكو المشكله اللي هو اختار انسان ما يمشيش معاه ويخدم عليها لو ترافاي سور سوا تري امبورطون في الموضوع هذا وما يرميش روحه من الاول انا نوجه بالحق للي جون الكل قبل ما تعرسوا ثبتوا رواحكم واحكيوا في كل شيء واجبدوا لي سوجي الكل حتى لي سوجي تابو احكيوا في الفلوس احكيوا في كل شيء لا كوميونيكاسيون مهمه برشا ولو جوا المشاكل علاش عجبكم الانسان هذاك ومش انسان واحد اخر حتى كي يبداو عنده اللي نقولوا نحن بيرفير نارسيسيك ولا ما نحبهاش الكلمه مي نحكي لك على الحاجات لي كوتي الخايبين علاش الكوتي الخايب هذاك قاعده نعديلو فيه ولا قاعده نعديلها فيه الكوتي هذاك لازمنا نلوجوا اصل المشكله فين باش من بعد نجم ويلزم الانسان يحب يخدم على روحه باش يقعد مع الانسان هذاك زيد ما تنسيش وانه شيراز برشا وجه سوق من الاول كل سوا في فتره الصديقه فتره الخطوبه ولا الفتره الاولى بتاع الزواج معناها صحيح وقتاش باش نكتشفوا احيانا في فتره متاخره احنا في 2024 انا اكسي ا تو سكو تو فو باش نجمو نخدمو على رواحنا ونوليو ذكيين انترنت بركه لو ديفلوبمون بيرسونيل اللي فيها حاجه داو سي فري لو بروفايلينغ موجود الكتب موجودين لي فيديو موجودين لي بودكاست يعلموك ديجا واحنا تبارك الله سي دي جينيراسيون جدد عندهم الوعي دونك ما ترميش روحك من الاول ثقف روحك في علاقه مع ديفلوبمون بيرسونيل باش ما تطيحش في وجه السوق خاطر فما مفارقه غريبه جينيراسيون جدد عندهم برشا
شواي سي فغي، ولكن نسبه الطلاق اكثر برشا من الاجيال الفارطه. صحيح، على خاطر يتسرعوا، خاطر التسرع، تسرع تسرع يتسرعوا ياسر يعرسوا فيسع ورجعنا عرسوا صغار زيدا كيف كيف، دونك ظاهره جديده هذه. صحيح، تسرع. وي به نصائح اخرى كيفاش نجمو نعاونوا الناس اللي قاعدين يتابعوا فينا باش ما يعاودوش يغلطوا نفس الاغلاط، خاصه وانه قلنا من الاول وانه الطلاق المره الثانيه والنسبه نتاعو اكثر من المره الاولانيه، دونك باش ما نوصلوش نطلقوا مره اخرى شنو نجمو ننصحوهم؟ اول حاجه يتعلموا يتحملوا مسؤوليه الحاجه اللي يعملوها، خاطر ديما اون اتوندونس الغلطه نتاع الاخر مش نتاعي، هو اللي سايبني ولا هي اللي خليتني وهي اللي عملت لي وهو اللي عمل لي. كل واحد في الدنيا هذه اي حاجه تصير عنده فيها يد، لازم يتحمل مسؤوليه اليد هذيك ومن بعد يحاول يخدم على روحه، خاطر اي حاجه باش يعملها ساسوغ منه هو الاول، دونك ما عندوش كنترول على الاخر. نتحملوا مسؤوليتنا وناخذوا وقتنا في الموضوع هذايا ونتعلموا افيك اون بون فولونتي من الغلط نتاعنا، مش نحسبوا روحنا ما شفناهمش، نتعلموا نتحملوا مسؤوليتنا وناخذوا وقتنا، هذا اللي نقولوا انا. يعطيك الصحه، ميرسي بوكو شيراز المناعي، دونك مدربه برمجه لغويه عصبيه بي ان ال، كما قالت نتعلموا نتحملوا مسؤوليتنا وناخذوا وقتنا، وخاصه وقت اللي نخرج من علاقه فاشله سواء علاقه خطوبه ولا علاقه زواج يعني طلاق، دونك كما قالت لنا يلزم ما نزربش ما نتسرعش، في عقلي نقعد مع روحي نشوف وين اخطات، شنو اللي مشي شنو اللي ما مشيش، وحده وحده نعمل ان ترافاي سوغ سوا، ومن بعد نحل الدنيا قدامي ونشوف نشوف نعاود حياتي من اول وجديد. احنا باش نرجعوا للكوزينه نتاعنا بحذا الشيف سعيد. وقيت الديسير توا الشيف باش يعمل لنا الكريب بطريقته هو، خلينا نشوفوا شنو كيفاش باش تكون الكريب نتاعنا. شيف باه، باش ناخذوا البريباراسيون نتاع فانواز، اي باش ناخذوا معها بودر كاكاو نتاع فانواز. نذكركم وأن البريباراسيون نتاع الكريب نتاع فانواز بيان سور حتى حد ما ينجم يقول اللي هو ما يعرفش يعمل الكريب على خاطرها ماجيك، معناها مستحيل تراتيها الكريب هذيا نتاع فانواز، نعملوا بها ملح وحلو. انا نعملهم مكيكة برشا وخليهم نحطها في الفريجيدير ما جالها حتى شيء، نلقاها حاضره بوندون كيلكو جور. باهي، نحطوا 500 معناها نص سيتر، نص سيتر حليب، نص سيتر حليب. هلا لا بريباراسيون تاعنا. اي تبقى يكون شي كعب عظم، تستحق كين كعب عظم معاها. حطينا لا بريباراسيون، باش ناخذوا بودر كاكاو تاع خفيف باش نعملوها شوكولاتة. بالشوكولا، اي كعب عظم. تحب نعاونك في حاجة قل لي شافر، حسيتك تعبت اليوم. لا 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 بس ناخذوا البودر كاكاو بيان سور نتاع فانواز. زيد فانواز تلقاو عندها كل شيء كونسيرنو اي حاجه تحبوا تعملوها في الجاتوات في الباتيسري اللي تستحقوه الكل تلقاوها موجود عند فانواز. ناخذوا ساشي كاكاو سي بون. اي تو نجيبوا الباتور نتاعنا. كما العاده كما تعرفوا احنا البيتيت الكترو ميناجي والجراند الكترو ميناجي نتاعنا الكل من عند بيولوكس. الباتور الكتريك هذايا توربو ما تاخذش برشا وقت، هي شايفه لا جوست تلم هكا باش تتلم باش تدخل في بعضها بالكدا وهكا هاو. احنا باش نستعملوا من بعد باش نوا باش نعملوها بشاميه، باش نعملوا الفارس بشاميه، الفارس بشاميه، اي باش نعملوا الفارس بشاميه، باش نعملوا غولي زاده، باش نعملوا الاوراق وحدهم تاع الكريب، بعد نفرشهم الكل نحطوا الفارس نتاعنا، شويه شونتي شويه شاميه. هاو الجو، هاو الجو، قلت لك بديت تشرح فينا في جو رمضان سي. هكا نكونوا كملنا يا
يعطيك الصحة. باهي أنا باش نخرج الخبز نتاعي هذا نتاع البروسكيتا. جوست هكا الخبز أحضر جاو باهي. دوغي شوية عفاف باش نعملوا فيه الفروماج من فوق باش ما يطيحناش. هكا الخبز هو ديجا فيه شاي. توا باش نبداو نجيبوا الجولدينة نتاعنا. الجولدينيا بيان سور الفورمول نتاعها اباز دو ماتيير غراس فيجيتال اي دو لويل نا هيدروجيني نجمو نستعملوها في لي تارتين في التاتيب في الباتيسري غنيه بالفيتامين ا فيتامين او تكستور نتاعها تري دوس ياسر تعاوننا في التاتيب هاو كيما قاعدين تشوفوا مع الشيف مستحيل دار ما فيهاش حكا جولدينا راهو وظهر لي انتوما زيدا لي شيف تخدموا ياسر بالجولدينا برشا برشا باتشيري حلو كل شيء سالي دلوش هكا باهيين عفيف خليها خشينه احنا الكريبيغ نتاعنا بيج والكريب في البيج ما عادش قاعدين نشوفوا فيها ولا ياسر طياره الكريب كريبيير خاطر جوست تمشي وحدها البارتيات هايلة الكل فوالا توا باش ناخذوا الشاميه نتاعنا أني شمية باش تستعمل شيء؟ نستعملوا شمية سبيسيال نتاع الناعورة باش تاخذ سبيسيال نتاع الناعورة بالطبيعة وقت اللي نقولوا أصل الشمية نقولوا شمية الناعورة خبرة 75 سنة إي نعم كبرنا معاها وعلى نكهتها توا 9 سنين على التوالي أبروفي سافور دو لاني ماهوش ساهل وأنو نستحفظ بالبلاصة هذه لمدة 9 سنين في جرة بعضهم وهي أول ماركة عملت أن فيلم دو بروتيكسيون لحكت الشمية يحافظ على الفريشور نتاعها وزيد نلقاو فيها لي ديفيرونت سافور فما الناتور اللايت الاموند بيستاش فما الشوكولا وبما انكم انتم سبيسيال شميت ناورا تمدكم بشميه سبيسيال فيها اكثر جلجلين اكثر بنه ذوب في الفم هيلة للمه مع الحبيب شميت ناورا اصل الشميه شوفوا شوفوا كشبوبيه خليك شويه عفيف بالطبيعه. عاد انت تعرف وقت الشاميه نورمالمون ما كتقص مرسو وحدك تقول مد العفيف هكا يقول عفيف فاو شويه شاميه. مش كل مره انا نقول لا ما قلتليش انت مره هذه. من غير ما نقول لك. اي انا وحدي وحدي تفضل. من غير ما نقول لك ميرسي. عيشك. لو تون انا توا ناخذ الشاميه نتاعي. ملا بنا. هي والشونتي. ملا بنا ملا بنا. دونك حطيت فيها الشونتي. الشونتي فوالا. زاد حشتنا باللون ابيض لازم يكون من داخل عفيف عرفت؟ لعبنا شوي بالالوان. هكا. فوالا مشات معانا تو كذا ولد كلبات. هذيك الريزلت حشتنا بها. تري بيان. باهي احنا تو باش نعملوا عفيف؟ نكملوا الكريب نتاعنا. اي. نعملوا 5 و6 كعبات مع بعضهم. ونحطوا الكريمة نتاعنا ونرولي ومن بعد نقصوها ونحطوا بودر كاكاو من فوق. تري بيان. كيما تيراميسو. كيما تيراميسو. باهي شيف ما لقينا نخليك تكمل في عقلك وإحنا باش نخرجوا إشهار فاصل قصير ونرجعوا لكم خليكم معنا.